فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هكلمكم كده عن بعض الملاحظات على الويب سايت الخاص بينا، وإزاي تلاقوا منح دراسية للمرحلة الدراسية اللي انتوا فيها واللي انتوا حابين تقدموا لها. تمام، بس قبل ما اتكلم عن هذا الموضوع احب اوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الالوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا. بالاضافة ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، عليه كل المنح الدراسية اللي احنا بنقدمها، وكمان عليه الخدمات الخاصة بنا. تمام، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تعرفوا على احدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا اتكلم عن موضوع الفيديو بتاع النهاردة. موضوع الفيديو بتاع النهاردة ان ده الويب سايت الرسمي الخاص بنا. في الجزء ده هنا حضرتك بتلاقي سيكشن المنح الدراسية، لما بتضغط عليه بيطلع لك كل المنح الدراسية اللي موجودة على الويب سايت، والحمد لله احنا عندنا يعني كم كبير جدا من المنح الدراسية لمختلف المراحل. يعني انت لو جيت بصيت هنا على عدد المنح الدراسية تلاقي 27 صفحة، كل صفحة فيها ما لا يقل عن 10 منح، انت متخيل؟ فيعني حوالي تقريبا 270 منحة متاحين لك على الويب سايت ده، ومنح لجميع المراحل. طيب الفكرة اللي انا عايز اوضحها ان في ناس بتقول لي طيب انت ما بتنزلش منح بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه؟ لا، بننزل يا جماعة منح لجميع المراحل، بس انت لو بتدور مثلا على منحة للبكالوريوس او منحة للماجستير او للدكتوراه ممكن بكل سهولة تيجي في الجزء ده هنا السيرش على الويب سايت وتكتب مثلا بكالوريوس. تمام، لو انت بتدور على منحة بكالوريوس وعايز تقدم عليها، فلما تضغط على كلمة سيرش دي هنا هيطلع لك كل المنح الدراسية الخاصة بالبكالوريوس. تمام، فزي ما احنا هنشوف دلوقتي هيطلع معنا كل منح البكالوريوس اللي موجودة على الويب سايت، تقدر بقى انك يعني تتصفحها وتشوف ايه المنح المناسبة لك. فهتلاقي هنا بص كده يظهر لك هنا بالترتيب كل المنح الدراسية للبكالوريوس موجودة عندك. هتلاقي عندك هنا 14 صفحة فيهم منح للبكالوريوس، تشوف بقى كل منحة وتتعرف على المنح الدراسية وتحاول تشوف المنح المفتوح ليها التقديم حاليا والمنح الكويسة وتقدم ليها. فده لو انت بتدور على حاجة البكالوريوس. برضو الماجستير نفس النظام، هتيجي تكتب كلمة ماجستير هيطلع لك كل المنح الدراسية الخاصة بالماجستير هتطلع لك. فكده احنا بنسهل علينا اللي احنا نوصل للمرحلة الدراسية اللي احنا عايزينها. هيطلع لك برضو هنا كل المنح الدراسية الخاصة بالماجستير، تمام، عندك فيها 6 صفحات. برضو لو انت بتدور على دكتوراه تقدر تتصفح، لو انت بتدور على تدريب مثلا هتكتب كلمة تدريب هيطلع لك كل فرص التدريب المتاحة. تمام، تدريب مثلا دراسي، تدريب تبع مؤسسة معينة، او تدريب في فندق او تطوع او حاجة، بتقدر برضو انك تلاقيها هنا. عندنا 9 صفحات خاصة بمنح التدريب. تمام، فبتبدأ بقى انك تتصفح كل منحة. انا مثلا انا عجبتني المنحة دي، فرصة التدريب وتطوع من موالة بالكامل في ايطاليا، اضغط عليها بيطلع لي كل التفاصيل الخاصة بالمنحة دي، وبقدر اشوف يعني تفاصيلها كاملة وازاي ممكن اقدر اقدم على المنحة دي. تمام، فانت بتقدر من خلال السيرش ده هنا انك تلاقي المنحة المناسبة ليك، او مش المنحة المناسبة، تلاقي المرحلة الدراسية اللي انت مهتم بيها. تمام، طيب يعني على سبيل المثال المنحة دي هنا هيظهر معانا كل تفاصيلها اهي. تمام، تقدر تشوف من هنا وتقدر تقدم على المنحة. ف هتلاقي هنا مثلا مكتوب على المنحة من هنا ان هي تدريب. تمام، تلاقي هنا مكتوب مثلا المنحة انها فرصة تدريبية، زي ما انا حاطط في العنوان فرصة تدريب وتطوع ممولة بالكامل في ايطاليا. فانا بس حبيت اوضح لكم الجزء ده عشان لو انت بتدور على مرحلة دراسية معينة ومش قادر توصل لها ممكن تخش الويب سايت الرسمي الخاص بينا وتكتب المرحلة الدراسية او تكتب الفرصة او تكتب الحاجة اللي انت مهتم بيها، وهيطلع لك على طول من خلال السيرش هنا وتلاقي حاجات كتيرة جدا ومحتوى ضخم جدا من المنح الدراسية. تمام، فكده انا وضحت في الفيديو ده كيفية السيرش في الويب سايت، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. ولو حابين تقدموا من خلالنا على اي منحة من المنح دي بتلاقوا رابط خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، وموجود كمان في اي مقالة من المقالات دي رابط خدماتنا. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.